حتى لا ننسى جرائم فرنسا. في مثل هذا اليوم الخامس من غشت عام 1907، قام سلاح البحرية الفرنسية على جزيرة كليبرتون بقصف وتدمير مدينة الدار البيضاء علم المغرب، ما أدى إلى استشهاد 7000 مواطن بيضاوي رحمهم الله. قصف الدار البيضاء كان مهاجمة بحرية فرنسية من 5 إلى 7 من أغسطس 1907. دمرت مدينة الدار البيضاء المغربية. استخدمت فرنسا نيران مدافع بوارج بالأغلب لقصف المدينة ومقاصد في المنطقة المحيطة لها، تسببا في وفاة ما يقدر بين 1500 و 7500 نسمة. 2. جاء القصف عقب عصيان الدار البيضاء الذي ابتدأ يوم 30 من يوليو 1907، فيما قتل متمردون من قبائل الشاوية 8 إلى 9 عمال أوروبيين، واستولوا على المدينة معارضة على بناء فرنسا لخط سكي فوق حرمة مقبرة سيدي بليوت وسيطرتها على مكتب الديوان بصفة خاصة وعلى الاستعمار الفرنسي بصفة عامة. يعد قصف الدار البيضاء نقطة بداية غزو فرنسا للمغرب من الغرب، بعد أن استولى المارشال يوباغ ليوت على مدينة وجدة في الشرق. منذ يوم 7 غشت 1907 لم تعد الدار البيضاء مسكونة إلا بالموتى. بهذه العبارة وصف القبطان الفرنسي كراسي في كتابه اختراق الشاوية منظر المدينة بعد إنزال الكوماندو البحري وقنبلة المدينة بواسطة البوارج الحربية الفرنسية التي اصطفت على الساحل المقابل لها وأمطرتها مدافع البوارج بزخات النار والموت التي استمرت طيلة 5 أيام دون انقطاع. منذ يوم 7 غشت 1907 لم تعد الدار البيضاء مسكونة إلا بالموتى. بهذه العبارة وصف القبطان الفرنسي كراسي في كتابه اختراق الشاوية منظر المدينة بعد إنزال الكوماندو البحري وقنبلة المدينة بواسطة البوارج الحربية الفرنسية التي اصطفت على الساحل المقابل لها وأمطرتها مدافع البوارج بزخات النار والموت التي استمرت طيلة 5 أيام دون انقطاع. لقد كان قدر المدينة أن تكون بوابة الغزو العسكري الفرنسي في المغرب بالنظر للمزايا الاقتصادية والاستراتيجية للحملة المرتقبة على المستعمرة الجديدة آنذاك المغرب حتى تكتمل رقعة احتلال فرنسا في شمال إفريقيا، لكن المغامرة الاستعمارية لم تكن طريقها مفروشة بالورود، إذ تطلبت الحملة الفرنسية العسكرية أزيد من 3 عقود من التهديد بدأت 1907 إلى 1936، عوضاً عن المدة التي تتداولها الأدبيات التاريخية الاستعمارية وهي 1912 إلى 1936، ولم تستتب الأمور للجيشين الفرنسي والإسباني إلا بعد القضاء على مقاومة عنيفة كلفتهما خسائر فادحة كما هو الشأن بمناسبة احتلال مدينة الدار البيضاء. ويبقى الملفت للانتباه هو أن المصادر التي تعرضت للحادث سواء الأجنبية منها ومعظمها فرنسي أو المغربية اعتمدت في تصوير الأحداث على رواية مشوهة خدمة لأهداف الدبلوماسية الفرنسية التي كانت واضحة في التغطية على المجزرة والتسويق لها على أنها عمل شرعي. وإذا كانت أهداف الفرنسيين واضحة يبقى المستغرب هو اعتماد المصادر المغربية على الروايات الفرنسية دون تكلف عناء التحقيق في وقائع الحادث وتركيب صورة حقيقية عما وقع، مثل ابن زيدان الذي اعتمد في روايته للحادث على استنساخ أخبار وقصاصات الصحف والكتب الفرنسية، مع أنه مغربي ومعاصر للأحداث.